تأثير على مردود الفريق؟ أكيد نتكلم عن الغيابات. صراحة شبيبة الثورة يعاني من عدة غيابات وتقدر تكون بلال بولديان، و كرة صعبة والحارس كانت خطيرة هذه الكرة، هو اللي نعم شوف تسديدة لكن وينطلق هذا الخلق هذا من دقة الاحتياط والمحاولة لصالح فريق شبيبة الثورة. تدخل طوال دون أن يستعمل الخطأ لأنه تدخل مباشرة للكرة، يعني بكرة باليد أي تماس، اللاعب يخرج وجه لوجه، ما فيش اللاعب موجود على الجهة العربة، خروج تاع الحارس يعني خروج موفق من طوال. يرفعها اللاعب على الجهة اليمنى مباشرة لناحية أمقراط، ومحاولة فيه تبقى الكرة لصالح مولوديت بجاية في محاولة صعبة وخطيرة، وتدخل ناديش وتدخل الكرة ثم تسديدة مالك عفوا كمارا، كانت لقطة صعبة وأول يعني لقطة خطيرة. لا لو شوف المحاولة لصالح فريق مولودية بجاية، لكن تقطع عمليات تبقى لصالح فريق المولودية، والهدف لا خارج الإطار. شوف العمل انتهى، تمكن أنه يراوغ أو يمرر اللاعب جاء ويجي اللاعب أمقران، لا ثم الكرة تجي عند اللاعب كمارا 18 متر، محاولة لصالح فريق خطيرة لصالح شبيبة الثورة. موال اللي نقول انه تنرفز من الزملاء تاعو، لانه شوف الكرة كانت بامكانها انها تسكن شباك الحارس طوال، وين اللاعبين تاع الموت وجدوا عدة صعوبات. بن يحيى الشريف داخل في قطع عمليات، لا فيه مجموعة، والمحاولة لصالح فريق والهدف الأول لصالح شبيبة الثورة. تدخل أو مراوغات عديدة، ثم ما كانش في هناك تغطية، وجاليد يخرج وحده وجه لوجه أمام طوال عثمان ويسجل الهدف الأول لصالح فريق شبيبة الثورة. هاي التجربة لحفيت شوف لاعبين يحيى شريف حاول أنه يراوغ ويتوغل داخل منطقة لاعب أنه يلعب، إذا الوالي مباشرة للهجوم وتعديل النتيجة. هناك تسلل، هناك وضعية تسلل، الحكم عدا مع الزملاء. شوف قاعدة هنا عند انطلاق الكرة ما فيش وضعية تسلل، نشوف في اللاعب من الخلف للبس الكرة، محاولة المراوغة، نعم ينجح في المراوغة، مد كرة لمن ناتيش، رأسية من أمقران، وناتيش كان في بالمرصاد حقيقة. ناتيش خرج هذه الكرة، محاولة لفريق مولودية بجاية أرضية، وتدخل كاد لقطة مثل هذه لو تتكرر لقادر الموب أنه يوصل. شوف الهدف الثاني لصالح فريق شبيبة الثورة، حرمتنا من الرؤية. شوف طوال هو اللي طوال هو اللي خدمه هو اللي والحكم يعلن عن نهاية الشوط الثاني والمباراة بشكل عام، لكن للأسف عقب هذه المباراة حدثت بعض أعمال الشغب من قبل أشباه الأنصار. للأسف هم قلة ولكن صوتهم مسموع، يعني الناس اللي يدير المشاكل هم قلال ولكن صوتهم مسموع ومشاكلهم مرئية وتشاهد. يعني وللأسف المتضرر اليوم في هذه المباراة كان عمال التلفزيون الجزائري، العمال الشجعان المكلفين بتغطية وضمان نقل المباشر لهذه المباراة. لا أدري ما هو ذنب مصور، ما هو ذنب تقنيين، ما هو نشوف تعدي على كاميرا تلفزيون والشجاعة من مصور التلفزيون، يعني كان قادر يخلي الكاميرا ويمشي، لكنه بقي لمواجهة مثل هؤلاء الذين ليست لهم أي علاقة بالبجوية يعني بشكل عام. شوف تعدي صارخ على العمال المصورين والتقنيين الذين لا ذنب لهم في نتيجة هذه
المباراة للأسف هذه القلة صوتها مسموع، مشاكلها يشاهدها الجميع. لحسن الحظ أننا نعرف الجمهور البجاوي بشكل عام، جمهور رياضي، مسؤولي الفريق فريق المولودية البجاوية يتعاملون معنا بطريقة جيدة، يتعاونون معنا في برمجة المباريات بالنسبة للمسؤولين المدربين اللاعبين والأنصار الأحرار، لكن هذه القلة هي التي تسيء لصورة وسمعة مولودية بجاية وأنصارها ومحبيها. نتمنى أن تتوقف الأمور عند هذا الحد، فقط عند هذا الحد، لا نريد أن تتواصل.